هذا سماعه على ايفوني تقدر تنتين تقريبا، ما ادري هل ثلاث تقدر ما ادري، بس انك لو فتحت الايفون خصوصا لو انه مثلا ايفون جديد عندك او سماعه جديده مثل ما تشوف يطلع عندنا هنا، وتقدر تشبك عليه من هنا. بما اني انا على طول شابك عليها فاقدر اضغط هنا واشبك عليها مثل ما نشوف شبكت الحين عليها. اقدر اسوي مشاركه الصوت، شلون؟ لو افتح سماعه ثانيه او اضغط من هنا راح يقول لي افتح السماعه الثانيه اللي عندك، افتح السماعه الثانيه. طيب فصل انا طلعت عندي في نفس الجهاز اللي اصور لكم من، بس المهم اذا فتحتها اضغط مشاركه. فاذا ضغطت مشاركه الحين راح تشبك عليها وتشبك على السماعتين. راح نشوف هنا السماعتين ثنتين مشبوكين. اقدر ارفع صوت السماعه الاولى، اقدر ارفع صوت السماعه الثانيه العب فيها، اقدر اتحكم فيهم ثنتين مع بعض من هنا. خلاص الحين السماعتين ثنتين مشبوكين، ففي شخص يقدر يسمع في دي، الشخص الثاني يقدر يسمع في هذه، او لو عندك اربع اشخاص كل شخص يقدر يسمع من سماعه بنفس الصوت. بوريكم شيء يعجبني في ابل ويريحني كثير في الاستخدام. طبعا في الاجهزة الثانية موجودة، بس لازم تحط الجوال وتحط رقم السر وتنزل ذا البرنامج هنا وتحمل البرنامج الثاني هناك وتسجل الحساب الثاني ومع اضافة برايم وتكلم الجيرانك وتاخذ رقم السري من ومن. المهم انه شوف ابل كيف البساطة. كبداية هذا بوريكم طبعا الحين في الايباد وفي الجوال اللي هو الايفون. ما يحتاج الجوال الايفون، ما يحتاج الايباد، حتى بالساعة، حتى باللابتوب. انا اكثر شيء استخدمه باللابتوب برضو. فلنفرض مثلا فاتحين الجوال الحين، فاتحين مثلا سفاري، فاتحين ذي الصفحة، او لا خلينا نروح صفحة ثانية مثلا سيرش هنا في جوجل. نفتح الرابط هنا مثلا، فاتح الرابط هنا. الايباد يمك، ما يحتاج انت تفتح اي شيء، ما يحتاج تسوي اي شيء، بس انت فتحت الجوال شوف الايباد شو يقول لك هنا في الجنب. شوف كيف يقول لك في ساعة في الجوال فاتح متصفح، انت تبي تفتحه اضغط عليه. شوف كيف يفتح لكم نفس الصفحة، يفتح لكم اياها. شفتوا كيف؟ نفس الحركة. نفس الحركة موجودة في يعني بالعكس برضه، لو تفتح تصفح هنا مثلا وترفع فوق راح يطلع لك هنا تحت. شوف في الايباد فاتح عند صفحة ثانية مثلا، لو نغير نروح هنا الصفحة او مثلا ذي الصفحة مثلا فاتحينها، شوف كيف تغير؟ اضغط عليها يفتح لك نفس الصفحة، نفس الملف اللي فاتح هنا. شفتوا كيف؟ هذه ذي الايباد من سنين، او الاي او اس من سنين، يكلم الاندرويد يقول لهم يحلمون اللي فيك يفكروا. شوفوا شوفوا كمل لكم الحين، مو بس ذي، شوفوا الاشياء اللي كيف تسهل عليك حياتك وتحس انه جهاز اثنين بس انت كانهم جهاز واحد في كل شيء تسوي. مثلا اعطيكم مثال ثاني، مثلا شوفوا كيف الحركه الحين، انسخ ذا اضغط عليه كذا واسوي كوبي، سوينا كوبي اوكي. نفتح الايفون، خلاص نسوي لك تفتح الايفون. ملاحظات، تروح حق رساله برضو حق اي شخص مثلا، لا بسوي ملاحظات، بفتح الملاحظات مثلا، افتح ملاحظه جديده، نسوي لصق على الانترنت بياخذها. شو شلون ياخذ لصق من الايباد؟ شفت كيف؟ يعني مثلا تخيل انك فاتح الايباد، فاتح متصفح او فاتح ملاحظات، تسوي لها نسخ، تروح وانت قاعد تكلم واحد في الايفون بس تسوي له لصق، بس لصق. مثلا اعطيكم مثال ثاني، مثلا بكتب بسم الله هنا مثلا، كتب بسم الله، انسخها نسخ، اروح لايفون اضغط هنا، اضغط هنا اسوي لصق، لصق يا الحبيب. شفتوا كيف؟ شوفوا كيف التناغم، جهاز واحد. شفتوا كيف الحركه؟ في اي شيء ثاني مثلا في الايفون فاتح الرسائل، اوكي اسمع جيب العيد، اوكي خلوها كذا، فاتح الرسائل على حسب الانترنت وسرعة الانترنت عندك طبعا يتحول، وهو عيب انترنت شوي الحين للان فاتح لي الملاحظات يقول لي، لان انا اول مره افتح الرسائل هنا في الجوال، لان هذا الجوال بس بستخدمه حق عمل يعني مو لحق شروحات يعني، فبس ينزلهم هنا ويشتغل جوال طبيعي راح يطلع لي هنا تحت. لكن الحين هو الى الان يقول لي على الملاحظات، لو افتح ملاحظات، ملاحظات قبل شو سويتها؟ هذه هي، لا مش ذي، هذا بسم الله قصدي، غيرته وحطيت بسم الله، نفس الملاحظه اللي هنا. نفس الحركة، اكتب طلع كيف الحركة والتناغم الحين، شوف بكتب شيء هنا مثلا، شوف الحين مثلا انزل تحت واكتب كذا، قاعد اكتب طبعا، خلنا نغطيه تمدا، تنزل وتكتب كذا، شفتوا كيف؟ شفتوا كيف انتقل هنا عندك؟ تكتب تمشي تحط صورة مثلا، تضغط هنا تحط صورة، محمل لنا هي أصلا مش موجودة في الجوال في الأيباد، حطيت الصورة هنا، كمل
نغاشك وكمل الأشياء. قد ما تكمل انت شوف كيف جات الصورة، كتبت كلام يجيك هنا ونفس الحركة مثلا بمسح هنا تمسح هنا جالس مسحت كل شيء هنا برجع بكتب مثلا بحط حرفين طبعا على حسب مثل ما قلت لكم ترون شوفوا كيف الحذف الحين بكتب الحرفين اللي اعطي ثلاث حروف الالف الف الف راح يطلعها لك الحين هنا شفتوا كيف هذا جزء بس وتخيل انك انت في اللابتوب تخيل ان سطح المكتب في اللابتوب حقي اي شيء حاطه في سطح المكتب موجود في الايباد ما اقدر افتح لكم اياه لكن في الفايل افتح الفايل برنامج الايباد اشوف كل شيء احط شيء في الفايل هنا يوصل في سطح المكتب واللابتوب مثلا في البيت اكلم زوجتي ولا شيء اقول لها موجود مقطع فيديو هذا هو في اللابتوب تحط شيء في الفيديو في سطح المكتب اشوفه في الايباد عندي الداونلود برنامج الداونلود او خيار الداونلود في اللابتوب نفسه في الايباد موجود عندي ولا وما ياخذ من مساحه ليش لان ضغطت على الفايل نفسه احمله ياخذ مساحه لكن اوريدي على الكلاود ما راح ياخذ مساحه فاشياء كثيره ومو بس للشيء يعني في اشياء كثيره مثلا في السفاري انت في تويتر تنسخ شيء تروح اللابتوب حقك او الايباد تحط لصق تكلم واحد من الشباب بتسوي له شير وغير الاشياء غير الاير دروب يعني طبعا راح يطولون على ما افتحهم هنا لكن غير الاير دروب برضو يعني لو اضغط عليه واسوي له تحميل هنا وقت التحميل جاردر صار الاير دروب ذي هذا بالحالها ميزه بالحالها ذي الاندرويد ان شاء الله يوصلها غير لاي مسج المسج وكيف الرسائل عندي في الجوال هي نفس الرسائل في الايباد حتى لو اس ام اس مش بس اي مسج برنامج الرسائل نفسه هناك موجود لو برسل رساله مثلا برصيدي مثلا اس ام اس ارسله بالايباد ينسحب من رصيدي اللي في الجوال ارسله باللابتوب يسحب من رصيدي بنفس الجوال عندي مكالمه ما يحتاج ادق فيس تايم حتى باللابتوب اضغط عليه ودق مكالمه عادي يسحب من رصيدي من نفس اللي في الجوال يعني تشوفوا كيف التناغم كلهم كان الشريحه موجوده في كل الاجهزه حقتك فلو بنجرب نشوف مثلا لو نفتح سفاري نروح مثلا على اي رقم عندنا مثلا لو بنحول تبحث تشوف مثلا رقم طبعا بيفتح المتصفح نفسه ف لو نضغط هنا هذا بس يعني مثال من الامثله كيف التناغم بين الاجهزه رقم بدق عليه اضغط عليه كول تقدر تدق بفيس تايم تقدر مكالمه عاديه using your iPhone برضو يعني مثلا انت على اللابتوب تضغط عليه تحط مكالمه وتمسك جوالك وتكمل يعني لو احنا نحط using your iPhone راح يدق علي كان يضغط عليه من جوالي شوفوا كيف في اشياء كثيره بس ان هذا يعني شيء وحيد من الاشياء اللي تعجبني يعني لما بالك انه الساعه عندك فاتح برنامج مثلا ملاحظات او فاتح شو الملاحظات فاتح اي مسج مثلا في الساعه انا فتحها في الساعه تجيني في نفس الايقونه تحت في الايباد او في الايفون يقول لك هو فتح انت الرسائل في الساعه تبي تكملها هناك مثلا شوفوا كيف شفتوها عليه علامه الساعه ليش لانه فتحها في الساعه يعني شوف التناغم كيف بين الاجهزه وكيف كيف الانسجام كانهم جهاز واحد دي مستحيل توصل لها الا اذا كان جهازك او نظامك على كلام الناس مقلق هذه ميزه من ميزات النظام المغلق اللي ما يقدرون يوصلها النظام المفتوح ما ادري لو تحطها في الاندرويد هل الاندرويد بيصير جميع الاجهزة اندرويد ولا سامسونج لازم اجهزة سامسونج بس او موجودة في سامسونج بس لازم اجهزة سامسونج والبرامج ما راح يدعمها كذا لازم تخش تحط حساب سامسونج غير حساب جوجل اللي حاطه ابل اي كلاود حطه بس تسجل وخلاص خلصنا انت مستوعب كيف اذا جوالي طافي عادي خلي طافي وتجيني مكالمة على الايباد اذا جاتي اي مكالمة او على الساعة وارد عليه لا رديت على الساعة اقدر من نفس الجوال امسكه واحوله للجوال ونفس المكالمه اكمل او في الايباد احولها واكمل انت مستوعب كيف ان اجهزتك كانهم جهاز واحد مستوي لا ذاك مفتوح المصدر ذاك افضل ذاك ما في نوتش ذاك كاميرته 990 ميجا بكسل يعني هذه الميزه لحالها يبي لك وقت اشرحها لك وافهمك وكيف تستمتع بالاشياء دي انت مستوعب ان الجوال برضو البوم الصور نفس البوم الصور اللي في الايباد نفس البوم الصور اللي في اللابتوب احذف شيء من الايفون ينحذف من اللابتوب ينحذف من الايباد احط شيء في الايباد ينحط في الايفون يحط ملاحظات نفس الملاحظات الرسائل نفس الرسائل سجل المكالمات في الايفون نفس السجل موجود في الايباد يعني اي دقيقه اذا كلمت الشخص وكلمته ارجع اكلمه مره ثانيه في اللابتوب نفسه يعني كلهم الاجهزه عندك جهاز واحد كانه يعني انت مستوعبين الشيء